قوتنا نصنعها بأيدينا. أهلا بيكم. مصر تستعرض قدراتها والجيش المصري يستعرض عضلاته. ده المعنى اللي جالي امبارح أول ما صحيت على خبر العملية الشاملة المعروفة باسم سيناء 2018. مصر منذ أمس يعني تستعرض كل إمكانياتها وقدراتها، والجيش المصري بيستعرض عضلاته. عندك شك في الكلام اللي أنا بقوله؟ والشعب المصري بفئاته وأطيافه قبل مؤسساته كان داعما منذ الدقيقة الأولى اللي تم الإعلام فيها أمس عن سيناء 2018. تدخل على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات الفيسبوك تلاقي الكل، أنا لقيت معارضين للسيسي عمالين يكتبوا دعم ليه الجيش المصري. أصل عند الجيش المصري يا أخوانا الأمور كلها بتتوقف، انحيازك هنا بيبقى انحياز مباشر ليس لفرد ولكن لوطن. أقاويل كتيرة قيلت منذ أمس يعني إن ده ترتيب عملية عسكرية بالتعاون مع قوات الشرطة أجهزة الأمن الداخلية للقضاء على الإرهاب. الجملة حلوة بس ما دخلتش عقلي. طب هو احنا لسه بنحارب الإرهاب امبارح؟ طب ما احنا بقالنا سنين بنحارب الإرهاب، وتحديدا منذ 4 سنوات، وتحديدا عقب كل عملية إرهابية الجيش المصري يستنفر قواته. طب ما مصر بتحارب الإرهاب بجيشها وشرطتها. هو الجيش والشرطة لو ما كانوش بيحاربوا الإرهاب كان الشهداء دول من الجيش والشرطة سقطوا ازاي؟ ما سقطوا في معارك تحارب الإرهاب. ما في مصر يا فندي بنعرض تقريبا مرة مرتين كل أسبوع عما يفعله الجيش المصري وقوات الشرطة من إلقاء القبض على عناصر إرهابية أو تدمير سيارات مدرعة. فإذا الإرهاب لسه هيتحارب امبارح الجمعة؟ لا، الإرهاب بيتحارب من زمان، فلماذا الإعلان يعني؟ وبعدين وإحنا رايحين نحارب الإرهاب نقعد نعمل كل التغطية الإعلامية الكبيرة دي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع العمليات العسكرية من غرفة عمليات خاصة؟ طب هو ما تبعهاش ليه قبل كده؟ صح ولا لا؟ وبعدين الجيش والشرطة، طب ما الجيش والشرطة بيتعاونوا قبل كده. يطلع لك بقى ايه تحليل يقول لك اصل الجيش والشرطة بينفذوا تعليمات الرئيس السيسي لما كلفهم بالقضاء على الارهاب خلال 3 شهور، قال لهم انا عايز في 3 شهور ما يبقاش في ارهاب في سيناء، فنفذوه امبارح. ده طلب الرئيس السيسي كان في اخر نوفمبر، يعني فات عليه 2.5 شهر. طب تعالى اذكركم بطلب الرئيس السيسي: ان دماء شهدائنا لن تذهب سدى. واسمحوا لي ان انا انتهز الفرصه دي والزم الفريق محمد فريد حجازي قدامكم وقدام شعب مصر كله، انت مسؤول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، انت وزارة الداخلية. تفضل استاذ. خلال 3 شهور تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، تستعيد مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهدكم وبتضحياتكم انتوا والشرطة المدنية، تستعيد الاستقرار والأمن في سيناء، وتستخدم كل القوة الغاشمة، كل القوة الغاشمة. هل ينفع شخص في قامة رئيس الأركان أو وزير الداخلية يبدأوا ينفذوا تعليمات أو أمر القائد الأعلى في بإنهاء الإرهاب والقضاء عليه في سيناء في خلال مدة 3 شهور في الأسبوع الأخير؟ ما هو قال الكلام ده في آخر نوفمبر.
طلب الرئيس السيسي في اخر نوفمبر. هتيجي تقول لي ما هو كانوا في مرحله جمع معلومات، ليه هو الارهاب بيفاجئنا؟ احنا كل يوم بنجمع معلومات. إذن فكرة أن ما جرى منذ أمس لضرب الإرهاب فقط، لا، هو في ضرب للإرهاب، في حصار وإحكام سيطرة على الإرهاب. بس عايز أقول لك إيه، عندما تتضافر جهود الجيش والشرطة والمؤسسة العسكرية بكل أفرحها المسلحة، بحرية، طيران، صعقة إلى آخره، كل فروع القوات المسلحة للحرب على الإرهاب زي ما جرى أمس، عليك أن تعرف مباشرة إن ظهور بيان عسكري كأن أنت في حالة حرب، يبقى الرسالة ليست أو الهدف ليس هدف واحد فقط وهو القضاء على الإرهاب، هناك أهداف أخرى مما جرى أمس من استعراض تام للقوى العسكرية المصرية. أنت أمام بيان أول، بيان تاني، بيان تالت، أنت أمام استنفار عسكري لكل أفرع القوات المسلحة منذ حرب 73، منذ حرب 73، وانت جاي بتتكلم في هذا الكلام. طيب لو الارهاب والقائد الاعلى للقوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب، الامر واضح ومباشر للسيد رئيس الاركان بالقضاء على الارهاب في سيناء، طب احنا ليه رحنا الدلتا والكلام ده؟ اذن هناك هدف من بين اهداف كبيره جرى بسببها استنفار القوات المسلحة المصرية ومع أيضا الشرطة، وهو القضاء على الإرهاب، وأن فعلا مواجهة أوقار لإرهابيين في سيناء ومداهمة هذه الأوقار وقطع عمليات الإمداد والتموين. بس ده هدف، لهذه العملية أهداف أخرى لا تستطيع أن تتعامل مع ما جرى منذ صباح أمس بقدر من الاستخفاف وان تحصره في هدف واحد. عمر يا اخوانا الجيش المصري حاجه كبيره قوي، يعني معداته وتجهيزه وتصنيفه العالمي، هيعمل كل ده؟ لا، ده بيبعت رسائل مهمه جدا، وده شغل غير انه عسكري، هو ايضا شغل سياسي. الجيش المصري بيبعت رسالة لقوة إقليمية محددة الاسم في المنطقة أن الجيش المصري لن يتوانى واحد عن الدفاع عن كامل حدود الدولة المصرية. الجيش المصري على هبة الاستعداد، مدرب تدريب عالي وبيستعرض عضلاته مثل ما جرى أمس واليوم. والجيش المصري عامل عملية تناغم منذ أمس بين كل أفرع الأسلحة، يعني هو مش بعت دبابات، مش بعت صاعقة، مش بعت طيران، لا، ده بيبعت رسالة نحن وصلنا إلى مهارة عالية جدا من التدريب والتنسيق بيننا وبين الأفرع بتاع القوات المسلحة. وانت بتتكلم على ان الجيش المصري بيبعت رسالة إلى قوة إقليمية محددة في المنطقة، يبقى علينا نحدد من هي هذه القوة. انت عندك ثلاث قوى رئيسية في المنطقة، قوة عسكرية رئيسية بعيدا عن ثقل بلدانها السياسية، بس هي قوة عسكرية. ايران قوة اقليمية عسكرية كبيرة، اسرائيل قوة عسكرية كبيرة اقليمية في المنطقة، تركيا قوة عسكرية في المنطقة. هتلاقي مشترك بين الثلاث قوى دول انهم فاعلين في الملف السوري. إيران موجودة في الملف السوري، تركيا موجودة في الملف السوري، إسرائيل موجودة في الملف السوري، ده أول حاجة. اتنين، الملف السوري بينك بين سوريا وبين مصر تماس، يعني خلاص بيسموها إيه؟ فركة كعب. أنت لا تستطيع أن تشارك بقواتك في القضية السورية، بتشتغل سياسة،
بس عايز تبعت الرسالة انا موجود. لو التلات قوة دي بتشتغل على ارض سوريا، لا الجيش المصري موجود ويتعمل له حساب. ايران ليست في حالة عداء عسكري مباشر معك. اسرائيل دي قضية او العدو التاريخي اللي منذ احتلالها لفلسطين في العام 48. بينك وبينها بقى معاهدة سلام، حسابات. لكن انت امام قوة اقليمية بارزة تناصبك العداء منذ 4 سنوات وهي تركيا. تركيا اللي راحت سواكن في السودان على مرمى حجر من امنك القومي الجنوبي. وتركيا اللي وزير خارجيتها طلع تصريح الاسبوع اللي فات يفهم منه مباشرة انه يهدد الدولة المصرية في بسط نفوذها على المياه الإقليمية في حقل زهر بتاع الغاز. بيقولك أنا مش معترف بالاتفاقية بتاعتك أنت وقبرص، اتفاقية ترسيم الحدود وما ترتب عليه، رغم أنها اتفاقية دولية وموجودة في الأمم المتحدة. ولا يمكن لشركات تنقيب عالمية زي شركة إيني العالمية اللي بتساهم فيها رؤوس أموال دولية انترناشونال هتأتي للتنقيب في منطقة هي محل صراع ونزاع. تركيا بتهددك تهديد عسكري انها ستذهب الى حقل زهر. تخيل لو التهديد التركي جالك وانت على حدودك. اولا لازم تعرف حاجة، حقل زهر اللي فيه الغاز المكتشف ده واللي بيحط مصر في تصنيف عالمي كبير فيما يتعلق بتصدير الغاز يبعد عن شواطئك، شواطئ المصريه 200 كيلو، يعني قد المسافه من القاهره لاسكندريه. طب لو الحقل ده اي دوله معاديه زي تركيا مباشره ارادت به السوق تدمره، هتلحق تروح له؟ طب هتبعت تشتري لسه معدات عسكريه تتعاقد عليها ولا انت تكون مستعد؟ جرى الاستعداد منذ ايه؟ منذ عامين. عملنا ايه؟ جبنا المسترال اللي هي حاملات الطائرات 1 و2 السادات وعبد الناصر، وجبنا الفرقاطات البحرية. حقل زهر مؤمن باحدى هذه الحاملات موجودة. الجيش المصري وهو عمال يبث فيديوهات تتعلق بافرع القوات المسلحة منساش، لم ينسى. ودي رسالة مهمة، خلي بالك انا معاك النهاردة بنحلل كده. يعني الجيش المصري باعت شؤون المعنوية نشر في كل المواقع بعض الفيديوهات زي الفيديو الاولان اللي عرضناه. عامل لك فيديو مخصوص عن حماية القوات البحرية لحقل زهر، بيبعت رسالة، رسالة لتركيا. يعني الكلام كله لازم يبقى يكون بهذا الشكل. الجيش المصري يرسل رسالة الى الدولة التركية، الحكومة التركية، الجيش التركي، نحن قادرون على حماية غير الأمن القومي المصري؟ لا، حدودنا الاقتصادية اسمها كده، ولو بعدت 200 كيلو وعندنا هناك حملة طائرات والجيش المصري لن يتوانى. انت عارف يعني ايه حقل زهر عشان تبقى انت برضو ملم بأبعاد الموضوع. عد السنة الأولى من حقل زهر بيقال فيها البشاير اللي هي هتدخلك في حدود 3 مليار دولار، ماشي؟ إذا استقرت الأوضاع ابتدى الضخ على نهاية السنة الجاية 2019 مش هتستورد غاز وهتبدأ تصدر. القصة الغاز اللي طالع من حقل زهر ده يقدر قيمته ب 9 مليار دولار، يعني بتكلف في حدود 170 مليار جنيه. لو أنت بتحسبها ببساطة 170 ألف مليون جنيه بيقولك هيقولك إن شاء الله من حقل زهر سنوياً. ده الاكتشاف حتى الآن. انت مش عارف بقى، يعني يقدر الله لنا الكثير. تعالوا نشوف هذا الفيديو اللي بثته القوات المسلحة المصرية عن حماية حقل زهر ودته عنوان عمالقة البحار. We'll be right back.
القوات البحرية عمالقة البحار. وبالمناسبة القوات البحرية المصرية واخدة تصنيف عالمي أنها القوة البحرية الخامسة على مستوى العالم. إذن الجيش المصري أيضا بيبعت رسالة تحديدا هو تتعلق بحقل ثور، قادرون على حماية منشآتنا في أعماق البحار، نقدر ده. الدولة المصرية ما احنا مش هنطلع بيان مع كامل احترامي من الخارجية المصرية وشكرا، يعني يا تركيا ايه اللي انت بتقوليه ده، وده حدودنا واحنا رسمنا الحدود الاقتصادية البحرية مع قبرص. ده كلام الدول النهاردة تتحدث بلغة القوة. انت بتطلع بيان دبلوماسي عادي ووسائل اعلام تلاقي مادة تكتبها وتنشرها، بس انت عايز تبعت رسالة اقوى من دي، لان العدو تركيا وهي بتعاديك بعتلك رسالة قوية جدا اللي هي قوم روح اتفاقية ايه والكلام ده، بس وانها لا ده تهديد خطير لامنك. انت عايز ايضا تبعت رسالة لتركيا، يعني تركيا ما كانتش بتبعت لك تصريح سياسي جس نبض، لا ده تصريح يشمل تهديد، يتضمن تهديد مباشر لأمنك القومي، حدودك البحرية، حقوقك الاقتصادية. طيب ده تركيا بتتكلم على حقل ظهر، أحد منطقة من 14 منطقة بيتم التنقيب فيها عن الغاز والبترول. طب تخيل بقى لو ربنا أكرمنا وظهرت لك منطقتين ثلاثة مثلا، وبقى بيجي لك من 30 ل 40 مليار دولار سنويا، يعني انا اعتقد ال 100 مليون مصري هيروحوا يعني يربطوا هناك ويحموا المنطقه. فانت لازم تبعت الرسائل بهذا الشكل، والرسائل تاتي بما منذ جرى من امس. يعني الرسائل الدول يا اخوانا بتبعتها والجيوش بتبعتها بهذا الشكل، والرساله وصلت لتركيا. انا هنا مش جاي بالمناسبه يعني بمنطق ان انت جاي تتكلم بمنطق المعلم واحنا عمالين نستعرض مش عارف ايه، لا لا لا، انا بشرح لك كمواطن يعني وعندك رئيس جمهورية بيقول لك يا اخوانا مصر في عهدي يعني في عهد السيسي لا تريد ان تتدخل في شؤون احد، هي بتقول او وفي المقابل مش عايزين حد يتدخل في شؤون، يعني الكلام واضح. لكن في نفس الوقت رأس الدولة بيبعت رسالة انه لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل الدولة المصرية المساس بأمنها وحدتها. أصل ده تهديد خطير يا أخوانا، يعني مسألة ما تاخدهاش بالبساطة والسهولة، لا لا لا، مسألة قوية جدا ما فعلته تركيا، يعني اللي هو بمنطق البلطجي اللي هو جرى ايه كده، يعني تتجوزت البيت انا مش معترف بالعقد كده، يعني انت امام بلطجي، امام دولة تمارس البلطجة على مرأة ومسمع من العالم. يعني مثلا ما طلع لكش بيان من اي دولة قريبة مثلا تدعم الحق المصري بعد هذا الاتفاق. ربما ده يفسر لك ضغط رئيس الجمهورية على شركة ايني، لا احنا عايزين نحفر بسرعة، عايزين نطلع الغاز بسرعة، عايزين نصادق اللي هو ايه، عايزين امر واقع، عايزين مسترال، عايزين حمل الطائرات. النهاردة انا اقدر لرئيس الدولة سعيه على انجاز هذا الاتفاق في ترسيم الحدود، انجاز هذا الاتفاق مع شركة اني، انجاز هذا الاتفاق العسكري بحملة الطائرات. عليك ان تعطي للناس حقها، هنا علينا ان نرفع فعلا القبعة تحية واحترام لقرار رئيس السيسي. ثلاث حاجات دول يعني، فأنا تقديري أن الرسالة بشكل كبير واصل، دي رسالة واضحة تتعلق بتركيا. طيب هل القوات دي راحة ومستنفرة بكل أسلحتها ومعداتها وعتادها علشان تركيا فقط؟ يعني ما أنا قلت لك لا، عملية كبيرة، عملية حرب بهذا الشكل ما تحصرهاش في هدف واحد، لا
كان هناك أيضا رسالة للداعمين الإرهاب في مصر، قطر بالتمويل، تركيا بتوفير الدعم اللوجستي، وحديث أردوغان من أن هناك إرهابي دواعش جرى تسكنهم في سيناء لعمليات قادمة، صح ولا لا؟ مصر النهاردة بتقول لك لا أنا هقطع مية ونور على كل داعم للإرهاب في سيناء. استعراض القوات البحرية على السواحل إن لو في أي مساعدات ستأتي في أي وقت لمد يد الغوث لهؤلاء الإرهابيين، خلاص الإرهابيين كلف إيران ينبغي أن يكونوا محاصرين الآن في سيناء. فهي رسالة للخارج الذي يدعم الإرهاب في بلدك في سيناء، لا تستطيع أن تتجاهل هذه الرسالة. كثر عدد الإرهابيين أو قل في سيناء، تقديرات بقى مئات عشرات ألف يعني، لكن أنت أمام حرب حقيقية على الإرهاب بكل قوة. ربما كان قبل كده بيبقى في فرع فرعين ثلاثة من القوات المسلحة، خمسة الله أعلم، لكن النهاردة كافة أفرع القوات المسلحة بتشتغل، دخل معها قوات الشرطة أيضا. فأنت بتبعت رسالة لأي داعم للإرهاب، لا سيناء لن تخرج من تحت السيادة المصرية. يبقى أنت أول حاجة بعت هدف العملية رسالة لتركيا مباشرة، ولا أي دولة تفكر أن تهدد أمنك البحري والاقتصادي. اتنين، الرسالة الثانية لكل الداعمين للإرهاب في سيناء، ممولي داعمي مؤمني توفير أشياء لوجستية. الرسالة الثالثة أن الجيش المصري بكل أفراده ومعداته وتسليحه وقدراته وإمكانياته وقاداته يبسط كامل نفوذه على أرض سيناء، وأنه خلال ساعات محدودة كانت سيناء بالكامل تحت النفوذ الجيش المصري بالكامل. طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان لو كان هناك نية او تفكير او اقتراح او تصور لاي دولة في العالم تفكر فيما يعرف بصفقة القرن، بان يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الجسد المصري عبر اقتطاع جزء من سيناء ومنحه للفلسطينيين، الجيش المصري بيقول لك لا نحن قادرين على وأد هذه الأفكار. وأنا قلت لك قبل كده أن الإدارة الأمريكية طلبت من الحكومة المصرية أنها تبعت قوات أمريكية لتدريب الجيش المصري، تدريبه على إيه؟ على محاربة الإرهاب في سيناء. يعني أمريكا تعمل قواعد عسكرية في سيناء، حليني بقى خروج بقى بالطبل البلدي. والإدارة المصرية رفضت. الإدارة المصرية بتبعت أو الجيش المصري بيبعت رسالة للإدارة الأمريكية، نحن قادرون على دحر الإرهاب، نحن مدربون تدريب عالي، ونستطيع أن احنا نحمي سيناء. فلتكل دي رسائل وانت ماشي عمال تبعتها، تركيا الإرهاب سيناء عملية كبيرة مثلما جرت أمس، أنا قلت لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في هدف واحد. لا يمكن يا أخوانا، جيش مصر في أكبر تحرك له منذ حرب 73، أنت أمام بيانات تخرج من القيادة العامة للقوات المسلحة، أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة يتابع ما يجري في العملية الشاملة سيناء 2018 من خلال غرفة عمليات. هي حرب، هي حرب. رسالة هنا بقى لكل مواطن مصري، مصر فعلا يعني، واحنا انت عارف انا من اول ما بدأ البرنامج لا بكلمك على مؤامرات دولية ولا ما بستخدمش اللغة دي معك، ولكن زي ما انت شايفه شوف انا عمال اكلمك ماذا يجري في سوريا، ثلاثة قوى اقليمية، بكلمك على تركيا بتهدد امنك الاقتصادي يعني فاهم، بكلمك على سيناء اللي بيحاول البعض انه ينتزعها منك انتزاعا. علينا فورا يعني، وده انا يعني انبسطت لما لقيته من امبارح على الفيسبوك، ندعم نبعت برسائل قوية للجيش المصري ولقوات الشرطة المصرية.
نحن داعمون لكم لأنكم منا ونحن منكم. يعني هي جملة بسيطة، الجيش والشعب إيد واحدة، وإن جيشك الوطني بيخوض حرب طاهرة حتى تعيش أنت في أمان تام. يعني حرب وجود، يعني تكاد تصل إلى أنها تكون حرب وجود. إذا أنت ما عملتش كل ده سينا ستختطف منك حقل ذوق. يعني تخيل تصحى الصبح تلاقي أمنك الاقتصادي ده واحد بيضربك على قفاك وياخد منك براميل الغاز بتاعتك، واحد بيضربك على قفاك وياخد منك سينا. ما احنا خلاص اللي هي بقينا ملطش. يدك القوية البطشة هي الجيش، هي الجيش. يعني خلي بالك احنا احيانا كمصريين بنبقى حاصرين نفسنا في الداخل وفي الفراخ المجمدة اللي نزل ب 17 جنيه ولا ب 13 جنيه والعلاوة هتبقى 10% ولا 30، وده طبيعي. يعني معظم مواطني العالم بيعملوا، بس عايزين برضو يا اخوانا يبقى عندنا رفع حتى في مستوى الوعي، يعني متابعة. انا عايزك زي ما بقول لابني، يا ابني ادخل على الموبايل عندك كده نزل لك موقع اخباري، تابع اخبار، اعرف العالم يعني الدنيا بتجري فيها ايه. عندك وضع حصل في سوريا يعني كارثي. ما بكلمش هنا على الشعوب والكلام ده، لا، بكلم على ان هناك تشكيل جديد لخريطة المنطقة. مش عايز اقول لك كلام عميق بقى وهندخل في استراتيجيات، بس المنطقة حواليك، هل هذه هي المنطقة وهل هذه هي البلاد اللي انت وعيت عليها مثلا من 30 سنة؟ الإجابة لا. السودان ده هو السودان، يعني ليبيا هي ليبيا ولا العراق ولا اليمن ولا السعودية؟ الخليج كله بيتغير يا اخوان، الخليج كله بيتغير. فتعليك تكون ملم بده وقافلين على نفسنا، لكن ايضا ندعم قواتنا المسلحة. انا بنهي فقرتي الاولى قبل ما اطلع فاصل، تحية مني كمواطن مصري يشرف بانتمائه لارض هذا الوطن، تحية مني كمواطن مصري الى جيش مصر العظيم، يعني الجيش المصري العظيم. يعني انت تشعر بالفخر ان في بلادك هذا الجيش العظيم، انت منه وهو منك. تحية فخر واعتزاز وتقدير للمؤسسة العسكرية المصرية، وتحية لأرواح كل شهدائنا اللي سقطوا في حربهم في حرب مصر على الإرهاب، من الجيش المصري ومن قوات الشرطة الباسلة. حمى الله مصر وحفظها من كل سوء. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل نتابع بقية فقرة حلقتنا النهاردة. طوال آلاف السنين المصريين ما سابوش الوادي ولا خرجوا بالمناسبة بره مصر، وفكرة ان مواطن مصري يخرج بره الدولة المصرية دي ويشتغل بره ما كانتش موجودة في ثقافة المصريين. ربما مصر كانت هي الافضل الاغنى لحد الخمسينات، والله كنت تجد جنسيات زي الايطاليين الطلاينة زي ما بتسميهم اليونانيين موجودين في اسكندرية وفي مصر شغالين، يعني في اهاوي واكل وشرب والكلام ده، كانت مصر هي الجاذبة يعني. لكن جرى ما جرى، ومنذ منتصف السبعينات المصريين هاجروا بقى وراحوا الخليج تحديد، وبعد كده بعض الدول سافر إليها عدد من المصريين، ليبيا، العراق، كلام. حاليا ما بقاش في دول ممكن المصريين يهاجروا ليها ويقعدوا يستوطنوا كلام. يعني ما بقاش في ليبيا، ما بقاش في العراق، ما بقاش الخليج حتى بقى بيضن حتى على أهله يعني. لكن بعض الدول بتستقبل عمالة مصرية زي الأردن مثلا. المصريين موجودين في الخارج بيقدر عددهم بس في العالم كله من 10 ل 12 مليون. لكن هل النهاردة مع تغير الأحوال، هل فعلا الغربة هي الأمل الوحيد للمواطن المصري؟ احنا بنسميها الغربة المصريين علشان زي ما بيقول يكون نفسه ويجيب قرشين، ولا الحل في الداخل ممكن يساعد في ده؟ يعني هل لو انت فكرت بدل ما تشتري تأشيرة أو فيزا للسعودية والخليج ب 30-40 ألف جنيه والكفيل يمتصك هناك وياخد جزء من الراتب، هل أنت ما تقدرش تعمل بالمبلغ ده مشروع ما مثلا؟ حتى لو عملنا توك توك مع أصحابك. أنا بتكلم ليه؟ لأن البعض من شباب أو حتى رجالنا لحد سن الأربعين حتى
بيتصوروا ان الغربة دي امرها بسيط وسهل، وان انت هتروح يعني هتشوف اللي عمرك ما شفته. انت هتشوف اللي عمرك ما شفته، بس مش في الجنة، ربما للأسف في النار. هعرض عليك عدد من الصور، اعرضوها يا شباب. ده حال مثلا عدد من ولادنا المصريين وهم موجودين، اعرضوا لي على الشاشة ورا، وهم موجودين في دولة الأردن مثلا. ده طبعا لا يعيب الأردن ولا يعيب المواطن المصري اللي قاعد، بس انا بوريك الحال البائس. يعني لا، اعرض صور بسرعة مثلا. يعني انت هتشوف كم واحد قاعد في أوضة، يعني انت شايف مثلا اوقف يا شباب على الصورة دي. يعني انا اعتقد اقل يعني غرفة في اقصى صعيد مصر او ريف مصر هكون افضل من كده بكتير. يعني شايف انت في حالة بدائية تماما. يعني تماما، ده انجاز التعبير، المطبخ بس، شايف الهدوم متعلقة، الفرشة، هو محتفظ بصور ولاده بس هناك بيتدفوا لان درجة الحرارة في الاردن صعبة جدا، ما عندكش تدفئة بمعنى كلمة تدفئة غاز، قافل ثبت الصور، انت عمال تجريها بسرعة، انا مش عارف اعلق عليه. يعني قافل هو انت شايف الشباك ده اقصى حاجة انك تقفله، الدرجة الحرارة بتوصل في الاردن لدرجات تحت الصفر. يعني طيب، وانت هو شوف كل ذكرياتك مع اولادك هي الصورة، صورة على الموبايل بالمناسبة، واوعى تفكر ان انت يعني دول مثلا ولادنا وهم قاعدين في الاردن في الغربة، لا ده نموذج هتلاقيه في بقية الدول، واوعى تفكر ان ده مثلا ده اللي هم قاعدين مثلا كام شهر وراجعين لك على طول، لا المواطن المصري من دول بيقعد سنة واثنين وثلاثة. لما انا قريت هذا التقرير على موقع الرصيف 22 ولما شفت الصور والله ازددت حسرة وألم. يعني انت عارف دول شبابنا، واحد غير مؤمن عليهم لا صحيا ولا اجتماعيا، لو مرض هيتخصم منه اليوم، هيستخسر في نفسه ويجيب الدواء. عايز اقول لك الاردن ما فيهاش دعم، يعني انت بتشتري البنزين، السولر، الغاز، العيش بنفس السعر، ما فيش هزار في الحاجات دي. يعني لكن هي فكرة العيشة، هل انت متخيل وضع العيشة دي؟ يعني هما بيسافروا من 150 ل 200 دولار اردني، يعني ما يقرب من 3 ل 4000 جنيه مفروض ياكل ويشرب منهم. قد بيعملوا ايه ولادنا المصريين مثلا في قطاع المعمار البنى وفي قطاع الزراعة؟ انا بتكلم هنا بقول ايه، هل انت فعلا محتاج تبعد عن مراتك وولادك بدل ما يباتوا في حضنك، وانت شفت الحال هناك وضعه ايه، عشان 3-4 تلاف جنيه؟ التلات اربع تلاف بيتعملوا في مصر يا اخوان. بقول لك ايه، ما تقنعنيش، انت عارف انا معاك قلبا وقالبا كمواطن، ان التلات اربع تلاف جنيه لو انت عاقد العزم انك فعلا تشتغل وتعملهم هتعملهم. انا مش عايز اقول لك اكتر من كده، بس لا تقدر تعمله. لو انت شغال في قطاع المعمار والتشييد والبناء، يعني مصر في عهد السيسي هي هسميه البناء الاول في مصر النهارده، كباري، طرق، ما بقاش في حتى عمال اجنه وشاكوش في الميادين الرئيسيه بالمناسبه في الجمهوريه وفي العاصمه القاهره. الشركات المقاولات اللي شغاله مع الحكومه المصريه بيجيبوا عمالة من اقصى خط الصعيد. وهتعمل ال 3000 وال 4000 وال 5000 لو روحت شغال، ودي ولا فيها لا كوسه ولا واسطه، معاك العجله والشكوش وبتشتغل نجار مسلح اي حاجه نقاش. طب ليه يعني؟ ولا هي فكره الغربه في حد ذاتها، السفر، احساس ان انا لما اسافر هحوش اكتر؟ انا بس بناشدك كمواطن، كاخ ليك يا اخي، ان انت عليك ان تعيد النظر والتفكير. يعني وانا عارف ان لينا مصريين بيتفرجوا على المصر فندي وبيتواصلوا معانا في فقرة هموم الناس كل يوم اتنين من الاردن ومن دول الخليج، لو شايفها مش جايبة همها ارجع والله هتلاقي شغل. بص انت هناك بتفحت في الصخر،
وانا اسف في الجمله، ممكن تذل نفسك للي يسوى واللي ما يسواش. تعال هنا في بلدك، البلد فيها شغل والله، مش ما فيهاش شغل، فيها. هو انا بقول لك يا عم روح ارمي نفسك في المصنع ب 1200 جنيه؟ لا، مش انت شغال هناك قطاع المعمار؟ ما قطاع المعمار شغال هنا على ودنه. يوميه العامل النهارده بتقلش عن 150 جنيه. اقل عامل. يعدي على اي حد من قرايبك واصحابك بيشطبوا شقه ولا اي حاجه. يقول لك يوميه العمل النهارده كده. واللي هو هيجي لك 8 9 الصبح الساعه 3 4 بيكون مقفل، واذا كان عاجبك يعني. وبياخد شاي وسجاير واكله الى خلافه يعني. فليه؟ يعني طبعا ممكن طارق عامر يزعل مني ويزعق لي كمان في التليفون، لان العماله المصريه دي بتبعت دولارات هنا يعني. بس انا بتكلم كمواطن مني ليهم يعني، ان لما اشوف الصور دي على اولاد بلدي اكيد ازعل واحزن يعني. يعني ربنا يحفظكم طبعا ويرد غيبتكم ويحفظ اهليكم واسركم هنا في مصر يعني. هطلع من ده على خبر محافظ الشرقية، بس مش النهاردة يعني، منذ سنوات وصلت لحوالي 30 سنة، ومحافظ شمال سيناء، مش النهاردة، منذ سنوات. محافظة شمال سيناء منذ 30 عام رفع قضايا في المحاكم تختصم فيها مواطن على 120 جنيه. اه والله 120 جنيه. انت متخيل 30 سنة؟ متخيل حجم الورق والمكتبات والمحامي اللي ترافع يعني. ومحافظة الشرقية، مش المحافظ بقى يعني، في خلال 30 سنة أيضا بيقاضي مواطن آخر على في حدود 124 جنيه. قضية منظورة أمام القضاء بقى 30 سنة. هو أنا مندهش أول حاجة إنها استمرت 30 سنة، ومندهش إن القضاء حكم فيها، ومندهش إن في محامي رايح يترافع عن المحافظة. يخرب بيت التفاهة يعني. يعني تخيل انت امام دولة وجهاز اداري في الدولة المصرية يجيب شلل. شلل هذا الشلل استفز القاضي. القاضي طلع حيثيات يجب ان تقرأ يعني. حيثيات على ايه يعني؟ هو طبعا لغة القضاء دي لغة سامية يعني، وبيستخدم كده الفاظ لغة عربية فصحى وبيقول كلام حلو، بس انا بتكلم بالنيابه عن القضاء. لو في الحيثيات عايز يقول لو الدنيا مشيت بالشكل ده، لا ده انتوا هتجيبوا دوره في الدوله يعني. وعايز يقول يخرب بيكم يعني. المحكمه بتقول لك ايه؟ القاضي اولا. المحكمه دي ايه؟ المحكمه الاداريه العليا يعني. القضيه عماله تطلع 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 لحد ما وصلت القضيه المحكمه الاداريه العليا. محافظه بتقاضي مواطن على 120 جنيه من 30 سنه، ماشي كده؟ فالمهم المحكمة بتقول لا يجوز اتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستارا غير عاقل لتحقيق مصالح قليلة القيمة. مش معنى ان انت معاك حق قانوني كمحافظ ان انت ترفع قضية فتسيء استخدام هذا الحق. يا راجل وزنها، انت رايح تجيب محامي وتبعد وتشغل القضاء اعلى سلطة ادارية في الدولة عشان 120 جنيه؟ ده مش جاي تمن القلم اللي انت عمال تكتب بيه يعني. وأشارت المحكمة إلى أن فكرة إساءة استعمال الحق ليست من دواعي الشفقة، وإنما لاعتبارات العدالة والتوازن بين الحق والواجب، وأن مطالبة المحافظة لمواطن ب 120 جنيه غير جدير بالعرض على أعلى محكمة بالبلاد. يا راجل ده مش جاي تمن علبتين سجاير يعني. لو أنت جايب المواطن وأهله وعزمتهم على كوبايتين شاي عندك، ده بال 120 جنيه. وذكرت المحكمة برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا والدكتور محمد عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس الدولة، أنه من المقرر أن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية. وأضافت المحكمة أن القيمة التي تطالب بها محافظة الشرقية المطعون ضده تنحصر في نسبة 5% عن المبلغ
موقع به والبلغ مقداره 120 جنيه في عام واحد حتى تاريخ السداد. وجابوا سيرة محافظة شمال سيناء، بتقول ان هناك المحكمة مسؤوليات جسام ومهام ثقيلة. ده هنا بقى المحكمة بتقول للمحافظ انت عندك مسؤوليات جسام ومهام ثقيلة تتعلق بتحسين خدمات الصحة والتعليم والبيئة والضمان الاجتماعي والسياحة والاقتصاد والتجارة والمواصلات والبنية التحتية وتطوير اداء وحل مشكلات المواطنين و و و و و, و. وانت سايب كل ده وجاي ترفع قضية ب 120 جنيه. انا هنا عايز اخاطب المشرع، والمشرع هنا هو البرلمان المصري. حق التقاضي مكفول للجميع، لجميع المواطنين، بس للأمانة احنا عايزين لجنة، هيئة قضائية تفرز القضايا اللي بتترفع. يعني قضية زي كده هيئة القضايا ترجعها، ترفع سماعة المحافظ تقول له بقولك ايه، سويها ود مع المواطن، القضاء مش فاضي. اي محامي معدي عابر سبيل قرفان من اي حد فيقولك ارفع عليه قضية، ده بيهدد امن قوم مصر. يلا يا بروح، مش ناقصينك الليلة دي. ما نشغلش القضاء بحاجات تافهه زي كده يا اخوانا. اعلى سلطه قضائيه اداريه في البلاد هي بعت الانذار ده النهارده لدولاب العمل الرسمي وللقضاء، بتقول لهم الكلام ده ما ينفعش يا اخوانا. هل الرساله وصلت؟ اتمنى انها تكون وصلت، وان كنت اشك. في المقابل الداخليه طلعت بيان النهارده، بيان علينا ان احنا نثمنه يعني، لانه وراه مجهود كبير جدا. لكن البيان اللي طلع من وزارة الداخلية كنت اتمنى ان يشتمل ويضم بعض الايضاحات والتفصيلات، واتمنى من ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية مشكورة بانها تشرح للرأي العام والاعلام غدا في بيان سريع توضيح لبيانها اللي نشرته النهاردة. الداخلية مطلعة بيان النهاردة عن جهودها خلال الشهر اللي فات. تعرف بيبقى فيه هاربين من الحبس، من أحكام، من جزاءات، من قضايا جنائية والكلام ده. فالداخلية كل شوية بتبعت حملات بتهاجم بعض الأماكن وبتقبض على بعض الهاربين من يد العدالة، صح كده؟ انتوا بتقروا الأخبار دي كتيرة زيكم. فكون ان الداخلية تطلع بيان النهاردة تقول انها قبضت على عدد من الهاربين من قضايا احكام حبس او قضايا جنائيه، ده جهد مشكور للداخليه. وانا البيان ده قريته قبل كده، صح كده؟ بنقراه كتير يعني من زمان ومن سنوات كتير. طيب لكن بيان النهارده بقى، بيان النهارده كان يستحق ان احنا نتوقف امامه. بيان مرعب. مرعب في ايه؟ في عدد المتهمين اللي الداخلية قبضت عليهم. عشان كده انا نشدت ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية تبعت لنا توضيح، او لو اي حد من السادة المسؤولين في العلاقات العامة يتواصل معنا. اليوم السابع نشر البيان بالظبط كده: نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية في تنفيذ 1,632,305 حكما قضائيا متنوعا. ازاي بقى يا داخلية؟ قبضت على 8,638 هارب من قضايا جنائية، و 555,864 يعني اكتر من نص مليون حكم حبس جزئي، و 103,547 حكم حبس مستأنف، و 796,000 حكم غرامة، 168,000 حكم مخالفة. لو انت جمعت دول 1,650,000 مواطن متهم. الأسئلة بتاعتي لقطاع العلاقات العامة بوزارة الداخلية وعايز عليه إجابة. السؤال الأول: لما انت تقول ان في حكم حبس جزئي صادر بحق 555,000 مواطن يعني، وانت نفذت ده، يبقى انت قبضت على نص مليون مواطن، صح؟ انت عندك معدات في الداخلية يعني عربيات تقبض، عربيات ترحيلات،
على 500,000 مواطن، 600,000 مواطن. طب انت عندك اماكن حجز؟ طب عندك اماكن سجن؟ ده غير 103,000 حكم بحبس مستأنف وحكم غرامة و 8,700 جناية، ناس عربين من جنايات. احنا عندنا سجون بالشكل ده؟ ما انا بقول لك عليه، احنا عندنا عربيات بيان الداخليه 1,700,000 قضيه اتقبض عليهم الناس. يعني احنا قبضنا كده على 1,700,000 مواطن؟ هل صياغه البيان يعني لم تكن دقيقه من الداخليه؟ بس انا حسب فهمي المتواضع، لما الداخليه تطلع بيان يعني انها نفذت 600,000 حكم حبس جزئي، يبقى انت قبضت على الناس دي. يعني هتنفذ على مين؟ على وهم مثلا؟ على هوى؟ على شخصيات مش موجودة؟ قضايا جنائية 8,638. بص، قد يكون ده حصل فعلا والمؤكد انه حصل، وده جهد مشكور للداخلية، بس الداخلية عليها تشرح ايضا، لان في بعض الناس امثالي كده يعني عندهم غتاتة بياخدوا البيانات دي يقعدوا يقروها. انا اول ما قريت البيان قلت والله كويس يعني، واليوم السابع واخد عنوان الداخلية تضبط 8,000 هارب من الجنايات. 8,000 هارب؟ طب هربوا ازاي دول؟ وامتى وفين؟ وفي اي قضايا؟ طب هل احنا عندنا عربيات اللي هي عربيات ترحيلات تكفي 8,000 هارب؟ وهل كل ده في يناير بس؟ عنوان اليوم السابع ايه؟ الداخلية تضبط 500,000 مطلوب للحبس. يا نهار اسود، وايه اليوم السابع كاتب اهو خلال شهر؟ يعني احنا الداخليه قبضت على 500,000 مواطن؟ ده خبر يودي الداخليه بتاعي، ده خبر يحبس الداخليه نفسها. يعني اللي هو ايه؟ يعني اللي هو ايه؟ انت كنت فين يا داخليه وسايبه 500,000 مجرم هارب مثلا؟ انت كنت فين يا داخليه كل ده؟ وبعدين ازاي انت قدرت توفري عربيات تقبض على 500,000 مواطن؟ وبعدين 500,000 مواطن ده رقم يثير يعني ردود فعل دولية. انا بكلمك بصراحة يعني، وقعدتهم فين بعد ما قبضتوا عليهم؟ وبعدين خلي بالك لو 1,700,000 حكم زي دول، انت متخيل كل واحد لما بتقبض عليه تعمل له محضر؟ انت متخيل 1,700,000 محضر اتعملوا؟ ده رقم كبير جدا. كم الورق اللي استهلك؟ كم الإقلام الجاف اللي استهلكت؟ كم الأيدي وكم الانشغال لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية؟ ده رقم كبير يا أخوان. وبالتالي جهد مشكور لوزارة الداخلية على هذا الجهد فيما يتعلق بالأمن العام. والداخلية هنا بتبعت رسالة للمواطنين يعني إن إحنا بنبذأ بنحارب الإرهاب، بس إحنا أيضا لا يمكن أن ننسى الأمن العام والامن الاجتماعي، وبنقبض على الناس اللي عاملين جرائم جنائيه، وبنحاول نبعت رساله تبث الامن في نفوس المواطنين. بس لما انتوا يعني من صاغ البيان في الداخليه انا اعتقد لم يحالفه التوفيق، وبالتالي ارجو من الزملاء في اداره العلاقات العامه، وبقول الزملاء يعني انا مش لواء هم لواءات ولا انا رائد وهو رائد، لا يعني بحكم المهنه بيكتب بيان صحفي يعني، وبما اني صحفي يعني فبقول انهم بس يراجعوا البيان اللي طلع، لانه ممكن يثير ردود افعال سلبيه مش ايجابيه. يعني انت جاي تبرز ما انجزته، لا ما انجزته، طب تعالى اقول ده مثلا خلال سنتين مثلا يعني، فاهم؟ انا حتى مش هتوقف امامه. بس موقع اليوم السابع بيقول لك ده خلال شهر 1,700,000. وبالتالي اناشد وزاره الداخليه مشكورة بأنها تعلق على هذا الخبر بالإيضاح التام، يعني أتمنى ده. نقدر طبعا الجهود ونثمنها، وخاصة أن احنا بعتين تحية شكر لقوات الأمن المصرية سواء من المؤسسة العسكرية أو الشرطة في أول البرنامج. احنا هنشوف تقرير وهرجع تاني، لسه ما انهيتش الفقرة، عن الفريق، مرور 7 سنوات على رحيل الفريق سعد الدين الشاذلي رئيس أركان حرب الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر الباسلة. سبعة
أعوام مرت على وفاة الفريق سعد الدين رئيس أركان حرب القوات المسلحة المعروف بجنرال النصر، والذي رحل قبل يوم واحد من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليعوض 19 عاما من التجاهل بتأدية شباب الثورة صلاة الغائب عليه في قلب ميدان التحرير، وتقام له جنازة عسكرية مهيبة. 88 عاما عاشها الفريق الشاذلي كانت مليئة بالأحداث، وكانت بداية تسميته على اسم الزعيم سعد زغلول، ثم تخرجه في الكلية الحربية كأصغر طالب في دفعته عام 1940، ومشاركته في كل الحروب التي شارك بها الجيش المصري، حتى تأسيسه لأول فرقة مضلات وتعيينه قائدا للقوات الخاصة، كما كان آخر قائد ينسحب بقواته من سيناء في نكسة عام 1967. شغل الفريق الشاذلي رئاسة أركان القوات المسلحة المصرية قبل عامين من حرب أكتوبر، وحتى 13 من ديسمبر من عام النصر الذي كان من أبرز صناعه، حتى بدأت بذور الخلاف في وقت الحرب حول تطوير سبل الهجوم المصري على الجبهة، ليحتدم الخلاف عبر وقوع ثغرة الدفرسوار، ليقرر الرئيس السادات إقصاءه وتولي الفريق الجسمي منصبه ليقوم بالتعامل مع الثغرة. تولى الشاذلي منصب سفير مصر بلندن عام 1974 قبل أن تشعل الكتب معركة بينه وبين الرئيس، عقب نشر السادات كتابه الشهير البحث عن الذات، متهماً الشاذلي بالتخاذل، ليرد عليه رئيس الأركان بكتاب حرب أكتوبر متهماً السادات بالتنازل عن النصر والقبول بمعاهدة كامب ديفيد التي عارضها، ليتم اتهامه بنشر أسرار عسكرية والحكم عليه بالسجن 3 سنوات، ويقضي جزءاً من حياته معارضاً للسادات واللاجئاً سياسياً بالجزائر. بعد 14 عاماً في الخارج عاد إلى مصر عام 1992 حتى توفي بالمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، ليمنح اسمه فيما بعد قلادة النيل العظمى تكريماً لدوره الكبير في حرب أكتوبر. تقريباً 55 إلى 56 مليار متر مكعب، دي حجم حصة مصر من مياه نهر النيل اللي بتجيلنا سنوياً. ربع هذه الكمية 25% منها في حدود 14 مليار بتذهب مباشرة لزراعة محصول واحد في مصر وهو الأرز. ربع الكمية رقم كبير قوي، وانتوا عارفين أزمة المياه في مصر، يعني من قبل صد النهضة واحنا دخلنا في مرحلة اسمها الفقر المائي. فالحكومة المصرية ممثلة في وزارة الري ووزارة الزراعة قرروا تخفيض مساحة الأرز المزروع 30%. المسجل رسميا عند وزارة الزراعة والري أن الأفدنة أفدنة زراعة الأرز في مصر حوالي 1,100,000 فدان، فهي بتقول هنشيل 30%، يعني هنروح ل 700,000 فدان 700 وي. لكن الواقع فعلا بيكشف أن الفلاحين في مصر يزرعون ما يقرب من 2 مليون فدان أرز، يعني فكمية المية تقريبا كلها نصها اللي جاي لنا من نهر النيل بتروح للرز. ما بين الدولة المصرية اللي بتحافظ على هنا المية، المية هنا روح، يعني عدم توافرها يعني موت، وما بين الفلاح اللي عاوز يزرع الرز إما ليه أو يبيعه أو يستفيد. بعد الفاصل فقرة مهمة جدا هنناقش فيها قرار وزارة الري والزراعة لتقنين مساحات الرز، هيشرفني فيها ضيوفي الأعزاء نقيب الفلاحين فلاح حسين عبد الرحمن، ورئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية الأستاذ رجب شحاتة، ورئيس قطاع الري بوزارة الري والموارد المائية الأستاذ عبد اللطيف خالد. بعد الفاصل. بجدد التحية بحضراتكم، وزي ما نوهت قبل الفاصل عندنا قضية مهمة جدا أن تحترم فيها الأمن القومي المائي لمصر،
يعني عندنا مشكلة خطيرة وكبيرة، مشكلة مية يعني، وأنا قلت المية روح، مفيش مية يبقى هنموت، وأيضا تحترم فيها وجهة نظر فلاحي مصر يعني اللي بيشكلوا 25% من تعداد المصريين. في قرار طالع من وزارة الري أو تحديدا من الحكومة المصرية عايزين يقننوا مساحة الرز. ليه الرز؟ لأنه وجدوا، ده أنا وإنت كمواطنين بنفاجأ، بس الري لا يفاجأ، إن الرز في حد ذاته بيستهلك 25% من إجمالي المية اللي جاي لك من نهر النيل. طب ده مشكلة، طب نقلل شوية. يعني أنا ربما تصورت كمواطن أو كمسؤول لما تريد أقول لك بلاها رز، يعني أوفر مية عشان الناس تشرب، أستورد رز وأقعد أحل مشاكل الفلاحين اللي بيزرعوا رز، نعمل إيه يعني؟ القضية دي قضية مهمة جدا. وزارة الري طلعت قرار بتخفيض مساحة الرز حوالي 30%، الفلاحين معترضين يعني وليهم وجهات نظر، وأنت أيضا كمواطن عليك أن تكون ملما بهذه القضية الحساسة. القول الفاصل لسه ما اتقالش. خلوني في البداية أرحب بضيوفي الأعزاء، السادة رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية، أهلا بحضرتك. أهلا بنتي. عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزارة الري والموارد المائية، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. هروح ليه أستاذ عبد اللطيف، ليه وزارة الري فكرت في اتخاذ هذه الخطوة إنها عايزة تقلل 30%؟ وليه 30%؟ ليه مش 50؟ ليه مش 70؟ ليه مش 10؟ تمام. الحقيقة احنا طبعا زي ما حضرتك قلت ان الرز من المحاصيل الشرعية لاستخدام المية، فطبيعي ان احنا نركز على تخفيض مساحة الرز بقدر المستطاع. طيب، وزي ما سيادتك بتقول ليه 30%؟ هم 35% مش 30. ليه 35%؟ ليه مش اكتر؟ ليه مش اقل؟ احنا بنراعي البعد الاجتماعي تماما في موضوع في القرار. القرار خدنا وقت كبير جدا في صياغته، وعدناه مرة واثنين وثلاثة واربع خمس مرات، والاخر صغناه بشكل انه خلي بال حضرتك القرار السنة اللي فاتت كان 1,076,917 في 8 محافظات، السنة دي 724,200 وفي 9 محافظات لمراعاة البعد الاجتماعي. بتاخدوا قرار في اوضه مقفوله ولا قابلتوا فلاحين؟ لا، ما انا لسه هكمل لسعادتك. القرار خدناه وعملنا في لجنه عليا اسمها اللجنه التنسيقيه بين وزاره الزراعه والري، يعني فيها ممثلين قيادات وزاره الزراعه بالكامل وقيادات وزاره الري بالكامل. عرضنا القرار، عملت له برزنتيشن وعرضناه على اللجنه التنسيقيه بين الزراعه والري في حضور الساده اعضاء مجلس النواب للجنه الزراعه والري، علشان يبقى في توافق كامل على الرؤيه. وبالفعل واحنا في اللجنه طلب مننا، احنا طبعا عندنا في مساحات في سهل الطينه مزروعه مزارع سمكيه، ومزارع السمكيه دي تعتبر مخالفه بالنسبه لنا وبتاخد اكتر من الرز. اتقال ساعتها ان هو ايه، انتوا عايزين تزيلوا المزارع السمكيه، وفي قرار مجلس وزراء صادر بازاله المزارع السمكيه في سهل الطينه، فالمحصول المناسب اللي يحل محل المزارع السمكيه هو الرز. وفعلا وبناء على الاجتماع ده عدلنا واضفنا مساحه محدده في منطقه سهل الطينه محافظه بورسعيد للاحلال، شرط انها تكون مكان مزارع سمكيه. هرجع تاني للاصل، ليه 35%؟ ليه ما خدتوش قرار اكبر؟ بالظبط دلوقتي لما اتخذ قرار بانشاء السد العالي قديما، كان من ضمن دراسات السد العالي الا تزيد مساحه الارز عن 700,000 فدان. الا تزيد مساحه ده لما كان عدد سكاننا 20 مليون يا فندم. لا، ده الموضوع مرتبط بانشاء السد العالي عموما، ما لوش دعوه بالسكان. نعم. الا تزيد مساحه الارز عن 700,000 فدان، واحنا بنرجع للاصل اللي من اجله صمم السد العالي. طبعا حصتنا محدوده 55.5 مليار، لما كان عدد سكان مصر 25 او 20 مليون كان 55.5، يعني كان حصه الفرد 2500 متر مكعب للفرد في السنه، دلوقتي 600 متر للفرد في السنه. ميه الشرب زادت، ميه الصناعه زادت، كل الاستهلاكات المائيه زادت، فوصلنا الوضع بدون سد النهضه، بدون عشان برضو الناس ما تتصورش ان سد النهضه هو السبب الرئيسي، زياده السكان هي الحاكم الاول في الاول وفي الاخر. معدلات زياده السكان ضاغط علينا كوزاره ري، وفي الوقت نفسه انا عندي المحصول اللي هو الشارع لاستخدام المياه، انا بستورد محاصيل كتير ما هيش شارها لاستخدام المياه. طب ما اللي خليني طب انا ازرع المحاصيل اللي مش شارها لاستخدام المياه واستورد لو اضطريت
للمحاصيل الشرعية للاستخدام اللي هي الرز او الرز والموز والكلام. احنا بنصدر موز والموز اساسا شرعية للاستخدام ليها. وعلى هذا الاساس برضو القانون الجديد اللي احنا اللي يتناقش في مجلس النواب في الاسبوع الحالي بيعالج مشكلة زراعة الموز برضو. أسد نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن، كلام مهندس عبد اللطيف كممثل لوزارة الري منطقي، هو بيتكلم هنا بمنطق حكومة مسؤولة عن شعب، يعني أنا عندي محصول شرع في استخدام المية ولازم يوجد حل، وانت لو مكانه مفروض لو مكانه هتقول لا أنا لازم أقلل المساحة. ليه بقى بعض نقباء الفلاحين والفلاحين يبدون الاعتراض؟ طبعا أنا بداية أنا متأكد وعلى يقين أن السادة المسؤولين وطنية كاملة ومش بيعملوا غير لصالح الشعب. شكرا. دي حاجة يعني متأكد منها زي ما أنا متأكد من أي حاجة. لكن المصيبة عندي أنا القرار الحكومي بيتاخد زي الفيتو، يعني بيجي الصبح كده يقول لي نفذ القرار ده. أنا عايز سياسة في ترشيد المياه، ويبقى السياسة دي فيها عدالة اجتماعية. بمعنى ان احنا قبل كده كنا بنعمل دورة زراعية والفلاحين كانوا ملتزمين بيها. النهاردة تيجي تقول لي مثلا ابو المطامير ما زرعش رز، مع ان الارض منخفضة وقريبة من البحر ولازم تنزرع رز، لان انا ما زرعتش رز مش هزرع حاجة، وتخلي مركز تاني جنبي يزرع. على اي اساس ده؟ مفيش عدالة اجتماعية من ناحية الفلاحين نفسهم. تاني حاجة ان انت بتيجي على كل حاجة على الفلاح نفسه. طب انت بترشد مية على جمهورية مصر العربية زي ما قال المهندس عبد اللطيف على 100 مليون، انت خاصيه الفلاحين، الفلاح ده ما بياخدش الميه دي يشربها، ده انا بزرع بيها واوكل بيها الرز للناس. فالميه بتاعت الرز كمان، الرز كله ما بيشربش الميه دي، ومعظم الاراضي اللي بتزرع رز بتنزرع على الصرف الزراعي. يعني انا ما باخدش من الكميه بتاع مصر 55 مليار يعني كميه. وزاره الري بتقول بتاخده 25%. لا يعني ده كلام مليار. ده كلام احنا بناخده 5 بس، ده كله معظمه بصرف زراعي مزروع قبل كده. الصرف زراعي يعني انت الميه بتاع الرز كمان ما بستخدمهاش كلها، ده انا بزرع بيها رز وبصفيها تاني وبزرع بيها محاصيل تانية. تاني حاجه، طب انا ما زرعتش رز، ازرع ايه؟ ازرع محصول تاني. محصول تاني هياخد ميه، في محاصيل تاني ما بتاخدش غرامات. يعني انا مثلا كاف الصعيد مثلا بزرع قصب، ازرع موز، انت ما بتديليش غرامه، اشمعنى بتاع بحر هتديله غرامه؟ فمفيش عداله هنا، فالفلاح بيحس ان هو مهضوم حقه. انا المفروض يبقى الموضوع خاص على كله بقى، كل الزراعات اللي زي البرسيم وزي الموز وزي كله، ويبقى المجال ان هو احنا بنرشد ميه ونفهم المواطنين، يبقى في شفافيه ان احنا في وضع حرج في الميه وعايزين نعمل كذا كذا كذا. الناس هتستوعب والناس هتتفهم، واول واحد الفلاح بيربط الحزام على طول وبيحس بالخطر. والفلاحين دول معظمهم عايشين في الصحراء، احنا ما بنشربش زيكم. يعني اللي بيشرب ايه؟ ازازتين ميه. في الفلاح ما بيشربش كوب ميه، يعني احنا حتى في الشرب احنا بنشرب على قدنا. الميه اللي بتاع الزراعه دي معظمها بنزرع بيها تاني. عايز بقى سياسه تانية غير موضوع عدم الزراعه. احنا عايزين نتجه للزراعات اللي زي الزيتون والحاجات اللي احنا عايزين زيوت اللي هي مش شارع الميه زي التين الشوكي. عايزين سياسه، عايز تغير سياسه الوزاره خريطه الزراعه الزراعي. ما جيش انا النهارده، هل الفلاح هيقبل ده وانت فلاح هنا؟ الفلاح دلوقتي لو فهم حاجه لصالح البلد، لو مش هياكل ويشرب هيتفهم، لان احنا دلوقتي مع الصالح العام. احنا بنتكلم دلوقتي في وضع للبلد كلها. انا دلوقتي متفاهم، احنا دلوقتي موافقين على كل حاجه. ليه؟ للصالح العام، مش عشان خاطر الاستاذ عبد اللطيف او على السيد رئيس الجمهوريه او كده. ده احنا شايفين البلد عايزه كده، سواء الاستاذ محمد اللي ماسك رئيس الجمهوريه، رئيس السيسي، اي حد كان بيعمل للصالح العام احنا معاه. لان دول ان يوقع ضررا علي انا أيضاً. يعني انا بقول عداله اجتماعيه حتى بتوزيع مع الفلاحين. وزاره الزراعه كانت في الايام اللي فاتت دي لما احنا داخلين مثلا على خطر ميه، وجايه النهارده تقول لي ما تزرعش رز. انا السنه اللي فاتت زرع 2 مليون فدان، السنه دي انت بتقول لي 700 ألف. انت جاي لي بالليل كده وجلبت كياني، ما عطتنيش فرصه ان انا استعيد. يعني الواحد لما يجي يتجوز بنته او ابنه يقعد يستعد يشتري حاجه، انت جاي الصبح تقول لي ما تاكلش. طب انا باكل كل يوم. هو قرار وزاره الري كان قبل بدء البذور بقد ايه مثلا؟ ده لسه هو ده احنا لسه بنتكلم فيه. الناس دلوقتي واخده على يعني الناس كانت مرتبه امورها. هو الحقيقه احنا بقى لنا اكتر من 12 سنه القرار الوزاري بيصدر طبقا للقانون 12 سنه 84 والماده 38 منه. كان بيصدر بمليون 76917 مليون 76917. الحقيقه برضه عشان نبقى واقعيين ان اللي بتزرع كان اكتر من كده، قد لا يصل الى 2 مليون لكن كان ما يقرب من مليون و800. احنا لما نزلنا المليون 76917 ل 724
معناها ان احنا خفضنا 350 الف فقط من القرار الاساسي الصادر بهذا الشأن. طب ليه حاج حسين بيقول ليه مش الموز والقصب والبرسيم الحجازي؟ الحقيقه الرز هو كان المحصول الأكثر شيوعا وشرها وانتشارا في الفترة الماضية، إلا أن القانون الجديد فيه كل هذه المحاصيل. خلينا نعرف تأثير بقى قرار ده لو طبق على أسعار الأرز. الإجابة على لسان أستاذ رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الغرف التجارية. قرار زي ده لو اتنفذ فعلا وتطبق على أرض الواقع هيؤثر على سعر الأرز في السوق المصري؟ هو ان شاء الله هو ما بيطبقش للاسف، يعني هم بيطلعوا قرار من 2008 لزراعه يعني نقفل الفقره ونروح يعني لا 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 ما انا بقول لحضرتك من 2008 ما انا بقول لحضرتك من 2008 القصه بدات في 87 سنه 87 30 سنه ماشي صح بالظبط في 87 لما اثيوبيا طلبت انها تعمل تنميه عندها وطلبت ان ده حق، وإحدى الشركات الأمريكية عملت لها دراسة جدوى وعملت لها عدة مشاريع. يعني فين الحكومة المصرية وفين وزارة الري من 87 إلى هذه اللحظة؟ هضبت، إحنا تكلمنا واتناقشنا وإحنا قاعدين برا، إحنا بناخد النيل عندنا بياخد من الهضبة الاستوائية وهضبة إثيوبيا، بينزل عليهم بالظبط تريليون وستمائة. لا 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 أنا مش عايز أدخل في التفاصيل دي، مش جاي أناقش صد النهضة. الرز لو اتشال منه 300 الف فدان هيأثر عليا كمواطن؟ ما حضرتك وانا رايح اشتري كيلو، حضرتك انت بتناقش في اجزاء بسيطه جدا في الشوشه من فوق وسايب الجذور. لا انا حضرتك وزاره الري انا مش دراعي اتكسر من اي حادثه او اي اصابه اقطعه ومشي اقول له مع السلامه وروح وخلاص. انت عايز وزاره الري تروح لاثيوبيا؟ تروح لاثيوبيا، ما تروحش للفلاح المصري. لا ما تروحش للفلاح المصري، تروح للفلاح المصري تعمل ايه؟ احنا اثيوبيا حضرتك، ما عشان كده انا بوضح، احنا بينزل تريليون و660 مليار متر مكعب على الهضبه الاستوائيه وهضبه النهضه وهضبه اثيوبيا. ما دول بيتبخروا ولحظه بس حضرتك، عشان الكلام ما يبقاش كده البعض قد يفهموا ان ادي المليارات او طب بناخد ليه منها 55؟ في مشاكل في اثيوبيا، ما فيش مشاكل، في تسرب عبر الصخور، بس لحظه ليه هذه الامطار وجزء عالي بيتم فقدانه بسبب عوامل البخر؟ حضرتك يعني خلينا نفقد 50% 60%، احنا كل اللي بنتحصل عليه احنا والسودان 5% فقط من هضبه اثيوبيا لوحدها، من هضبه الحبشه لوحدها بنتحصل على 5%. حضرتك احنا ليه بندور على ان البتره مستمره عندنا وسايبين ليه ما بنبحثش خارج الصندوق؟ حضرتك ليه ما بيطلعش المسؤولين بتاعنا وتناقشنا انا ومعالي الاستاذ عبد اللطيف، الاستاذ عبد اللطيف الباشمهندس عبد اللطيف، وتناقشنا؟ قال لك ان هم لهم فرع عند في وزاره الري نفسه، ماشي، ومش هسرح في الطريق ده كتير، بس بوريك ان احنا عندنا عجز في ان احنا نبحث عن بدائل. نعم ماشي. وحضرتك الرز متهم بان هو شرس، عندنا قصب السكر شرس في استخدام عندنا قصب السكر، وعندنا الموز اكثر شراسه، وعندنا ملاعب الجولف حضرتك اللي ملهاش اساسا، يعني احنا مش عاوزين نقول لا بلاش، بس ربما مساحه الارز اكتر من مساحه هو، بس حضرتك هو متهم اولا حضرتك الباشمهندس عبد اللطيف والعمده كانوا وضحوا بس ان احنا كنا بنحصد الرز الاول في شهر 10 و11، احنا النهارده بنحصده في شهر 7. يعني المركز البعوث عندنا طور التقويات وبقى حضرتك فتره الزراعه 3 اشهر و10 ايام بدلا من 6 اشهر، وبالتالي كميه استهلاك الميه قلت. استهلاك الميه حضرتك هم النهارده بيحسبهم على 9000 متر مكعب. لا بنحسب على 7000 ماشي، هو النهارده لا يتعدى من 4 ل 4.5 لا يتعدى، هو الحسابات عندنا ما بتتجددش حضرتك، ما فيش تطور للحسابات. لكن كمان عشان انت حضرتك ما انتش عاوز تسرح في الموضوع ده خالص، انا بطمن حضرتك هم بيطلعوا القرار من 2008 لمليون 76 الف فدان، ما بيتم زراعته على ارض الواقع من 1.8 مليون ل 2 مليون فدان، ده اللي بيتم على ارض الواقع. هل عندنا الوزارة؟ لكن احنا مقدرين اللي هم فيه ومقدرين الوضع اللي بتقوم بيه وزارة الري
وانها بتحافظ على كل نقطه ميه، واحنا معاهم ما فيش ما عندناش اعتراض. اجابه السؤال ال 300,000 ده لو ما اتزرعوش كيلو الرز هيتاثر؟ لا احنا هنقدر نعوض، عندنا وزاره التموين قايمه بمجهود كبير جدا جدا جدا. يعني حضرتك النهارده استغل التصريح، استغلوه بعض ضعفاء النفوس وبعض ضعفاء الشخصيات، لكن النهارده ما زال الرز بيتورد لوزاره التموين ب 6 جنيه و10 قروش الكيلو، وبيتباع ب 6 جنيه ونص في التموين، ما فيش اي مشكله خالص، ومش هيتاثر المواطن المصري على مدار 2018. 2019 هتبان الرؤيه في زراعه الارز في موسم في شهر ابريل وشهر ماي. يعني الارز هذا العام لا ما فيش سعره ثابت على مدار على مدار على الاقل الرز بالبطاقه التموينيه على في البطاقه التموينيه، وبعدين احنا عندنا المحصول بيطلع في النص الثاني من 7 وفي شهر 8 و9. طيب انا عايز لا ثواني بس مهندس عبد اللطيف، هو ال 30% او ال 35 اللي عايزين توفروهم من زراعة الأرز يوفروا كام مية؟ أيوة ال 35% يوفروا مليار وربع مية. طيب مليار الحاجة اللي أنا عايز أكمل هتعمل بيهم إيه؟ ما أنا هقول لسعادتك قبل المليار وربع برضه هستكمل مع اللي قاله الحاج رجب، إنه إحنا عندنا مراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة الحقيقة عاملة شغل كويس جدا، وبتشتغل دلوقتي على حاجة اسمها رز الهجين، بينتج من بيرفع الإنتاجية من 3.5 ل 6 مليار. يعني عايز أقول السبعة 700,000 فدان ممكن بشوية تقنيات وتكنولوجيات وأبحاث يطلعوا ما يعادل 1,076,000 اللي احنا كنا بنصرحه. بمعنى آخر ان المفترض فعلا ان الكم الانتاجي في البلد ما يقلش رغم تقليل المساحة. المليون بقى المليار وربع بتاع المية اللي هوفره انا مفتوح عندي حاجات كتير جدا زي مية شرب، نشرح للمواطنين مية شرب، انا مية شرب بتزيد في السنة مش اقل من 1.5 مليار. انا عندي خطه لميه الشرب في من السنه دي لغايه 2020 ثلاث سنين دول ب 2.5 مليار اضافه الى الميه اللي بتستهلك حاليا. ان هناك بعض المناطق او المدن الجديده بتحتاج مياه شرب بالظبط كده جديدة. بالظبط نعم. كده. والحقيقه برضو في تعاون كبير بيننا وبين وزاره الاسكان في هذا الشان، لان احنا تقريبا بنشتغل برضو في تحليه مياه البحر عشان نغطي جزء الشرب بالنسبه لده. اذا مليار وربع تمام. انت عايز جزء منها يروح لمياه شرب، انا عايز تروح كلها لمياه شرب، وعندي ارض اتصرف عليها مليارات الجنيهات ولسه ما وفرتلهاش ميه، برضو محتاجه ميه. واحنا عندنا مش المليار وربع بس اللي احنا هنوفره، لا ده احنا شغالين في خطط كتير متوازيه مع بعضها في مساله ري الزراعه تحديدا. في مساله ري يعني عايز توفر كام؟ احنا عايزين مش اقل من 4-5 مليار منهم مليار وربع بتاع الرز. في عندي ميه بحر البار بتتعالج ب 5 مليون متر مكعب في اليوم، ما يعادل حوالي 2 مليار الا حاجه. في عندي الخلط الوسيط بتاع الوجه البحري كله برضو، ده هيوفر كميه ميه. في عندي بنشتغل بالتوازي، في لجنه وزاريه برئاسه معالي الوزير شامله وزاره الاسكان وزاره الزراعه وزاره الري، كل وزاره بتشتغل على اقصى ما في وسعها بحيث توفر مطلوب منها كميه ميه توفرها كذا وباستثمارات كذا. سيد نقيب الفلاحين، اللي انا شايفه كده ان هناك توجه ما من الدوله، وده توجه اراه محمود يعني جيد، يعني عايزين نغير طرق الري، عايزين نغير نوعيه المحاصيل، عايزين نرشد الميه، الريس والدوله بيفتحوا مدن جديده، ففي مواطنين في مياه شرب. ازاي انا اوازن، هنا بقى السؤال ليك كنقيب فلاحين، ما بين توجه الدوله ده و لا نجور على حقوق الفلاحين يعني؟ تمام. انا دلوقتي انا بقول طبعا الحكومه الحاليه معذوره، لان ده طبعا تراكم من السنين اللي فاتت. الفلاح دلوقتي المفروض لو احنا بنديله كل يوم قرص عشان يصحى من المرض اللي هو الميه دي كان شفي، لكن انت دلوقتي تعمل عمليات جراحيه فوريه. يبقى حضرتك متحفظ على فجائيه الفجائيه. تاني حاجه ان احنا دلوقتي عندنا مشكله ان احنا السياسه الزراعيه، ما انت ما قلتليش اعمل ايه، انت بتقول لي باشمهندس دلوقتي هتعمل بالميه ايه، طب انا اعمل بالارض ايه اللي مش هتزرع غير الرز؟ انا موافق معاك انا مش هزرع رز، ازرع ايه يكسب معايا كارض زراعيه؟ ولا انت عايزني الرز بيكسب؟ بيكسب. بالنسبه للمحاصيل التانيه دلوقتي ما فيش حاجه بتكسب الا يعتبر الرز. الرز دلوقتي احنا عندنا مناطق زي ما قلت حضرتك انا غصب عني لازم ازرع رز يا ما ازرعهاش.
او انت تجيب لي بدائل كمركز بحوث نزرع مثلا الرز الجاف زي ما بيقولوا، الرز اللي بينتج بدري محاصيل اخرى تنتج مثلا بربح اكثر، يبقى في بدائل. ما تجيش انت تقول لي ما تشربش ميه، طب اشرب ايه؟ المفروض تجيب لي بديل كحكومه. انا متفهم الوضع وعارف ان انت بتعمل في الصالح العام، بس الصالح العام ليك انت بس ولا لمصر كلها ولا عليا انا بس؟ لازم اعرف ان انا مش هنضر كفلاح. ده اللي احنا بنسعى ليه. انا هطلع فاصل، وبعد الفاصل لازم اسال استاذ رجب، كنت عايز اعرف منك، هو احنا لو يعني قللنا بشكل كبير مساحات المحاصيل اللي بتستهلك ميه كتير ولجأت للاستيراد، مش ده حل ايضا؟ يعني ان انا اوفر الميه. بس هاخد الاجابه بعد الفاصل. بعد الفاصل قبل الفاصل كان معنا خبر قبل فقرتنا دي كنا بنتكلم فيه على البيان اللي اذاعته النهارده اداره العلاقات العامه ووزاره الداخليه، وكانت بتتحدث عن جهد كبير قامت بيه الشهر الماضي من خلال ضبط عدد كبير جدا من القضايا. انا للامانه توقفت امام الرقم والمنشور في اليوم السابع، ونشدت الساده المسؤولين في وزاره الداخليه توضيح الرقم لانه كبير جدا، بيكلموا على 1,632,305 حكم قضائي متنوع. مشكوره وزاره الداخليه ممثله في سياده اللواء امير عطله مساعد مدير المنطقه المركزيه بالاداره العامه لتنفيذ الاحكام معلقا على الخبر. مساء الفل سياده اللواء. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، مسحرينك ولا ايه؟ لا تحت امر سيادتك، احنا في حمله موجوده دلوقتي في مديريه امن القليوبيه، موجودين في حمله نعم شامله من الصبح لحد بالليل مستمرين، يعني مفيش مشكله خالص. تعليمات سيادتك امولنا يا فندم. طب عاوز اعرف في حضرتك اولا توصيف الحمله اللي حضراتكم بتعملوها حاليا مكونه من ايه؟ مستهدفه يعني القبض على يعني او متوقع القبض على كم حاله قيد الاتهام او التحقيق؟ احنا متوقع احنا عاملين حمله على جميع احكام الجنايات والحبس الجزئي والحبس المستأنف والغرامات والمخالفات. على كل محافظات الجمهوريه؟ على كل محافظات الجمهوريه، ومكثفين الجهود في مديريه امن الشرقيه ومديريه امن القليوبيه. دي النسب الاكبر هناك؟ على اساس النسب الاكبر، وبنستهدف عدد اكبر من الضباط، وعلى اساس ننفذ اكبر عدد من الاحكام خلال الفتره. اللي ورد في الخبر اللي صادر او البيان من وزاره الداخليه ان خلال الشهر الماضي حضراتكم نفذتوا ما يقرب من 1,632,000 حكم، هل ده افهم منه كمواطن ان دي حالات قبض مثلا تمت بحق 1,600,000 مواطن ولا ايه؟ تمام سيادتك، تم تنفيذ 1,632,305 منهم 8,638 جنايه و555864 حبس جزئي، 103 حبس مستأنف، 547 والباقي غرامات مخالفات. يعني تم القبض على 1,600,000 مواطن؟ ما انا بقول لحضرتك بالنسبه لاحكام فئات، بالنسبه للجنايات في جزء من الجنايات يتم ضبطهم بالفعل ويتم التنفيذ عليهم في الجنايه، وفي جزء من الجنايات يتم عمل اعاده الاجراءات من الخارج. يعني من حقه يروح يعمل اعاده اجراءات حتى لو صادر ضده علو يا شباب الصوت حكم بالاعدام، من حقه يروح يعمل اعاده الاجراءات من تلقاء نفسه. وبالتالي الحكم ده اتنفذ كانه ضبط بالفعل. لانه عمل اعاده اجراءات وبالتالي بيتنقل للمرحله الثانيه. او ممكن جزء من الجنايات بيبقى خارج البلاد وبالتالي بنعمل له اجراءات تلقى وصول وضبط دي، او داخل البلاد مثلا في السجن بنعمل له استخراج وعرضه في الجنايه دي. يعني ممكن يبقى واحد مسجون في جنايه واحنا مطلوب في جنايه ثانيه، فبنبعت للنيابه العامه للتنفيذ عليه في الجنايه المطلوب فيها. كذلك في الحبس الجزئي والمستأنف نفس موضوع الجنايه، جزء منهم يتم ضبطهم وجزء يتم اعاده الاجراءات من تلقاء نفسه سواء في الحبس الجزئي او المستأنف، وجزء منهم بيبقى مغادر خارج البلاد واتخذ الاجراءات اللازمه نحو ايه؟ ايقاف طرائم مده سقوط العقوبه لحين عودته. بحيث ان شاء الله نقعد 20 سنه بره 30 سنه الحكم ما يسقطش طول ما هو ايه احنا دارجينه ومقترين النيابه انه المذكور خارج البلاد. اذا يعني لم يتم القبض فعليا
على هذه الارقام كده يعني. لا زي ما انا بقول لحضرتك احنا جزء ما انا بشرح مع حضرتك للراي العام، لان صياغه الخبر ظهر فيها كان الداخليه نازله تقبض على 1,700,000 لا مواطن. احنا بنقول ضبط وتنفيذ حضرتك. اه تنفيذ. نعم ضبط وتنفيذ، يعني جزء بيتضبط وجزء بيتنفذ. بالاجمالي الاحكام اللي اتنفذت 1,632,305، ده رقم كبير جدا. مثلا غرامات ومخالفات سيادتك احنا ما بنظبطش فيها، في اسامي تحصيل بنقول للشخص عليك مثلا غرامه 10,000 جنيه، بيقول انا هدفع ال 10,000 جنيه، بندي له قسيمه بال 10,000 جنيه ويسدد ال 10,000 جنيه، ناخدها منها نحطها في خزينه الاسم لحين توليدها للنيابه، ويتم توليدها لخزينه النيابه. كذلك في المخالفات، يعني مثلا 168,101 مخالفه، دول ما اتظبطوش، دول الناس دي دفعت المخالفات اللي عليهم وتحصل منهم المبالغ وتم توليدها للنيابه العامه. الغرامات كذلك 796,000، دول تم تحصيل المبالغ المطلوبة منهم وتم توليدها للنيابة العامة. المليون الرقم الكبير 1,632,000 ده خلال شهر يناير؟ خلال شهر يناير يا فندم. يا نهار ابيض. لا يا فندم ده احنا بننفذ اكتر من كده. ما لسه اقول لك، امال 2017 كان كام؟ يعني الشعب كده كله مخالف سيادة اللواء يعني. لا سيادتك، ما هو انت عارف سيادتك المخالفات كتير، مخالفات بيئة ومخالفات جميع المخالفات. جميع انواع والغرامات، غرامات المباني. نعم يعني. نعم. يعني احنا شغالين محصلين مبالغ عاليه جدا. مبالغ تم توريدها لوزاره الماليه. لوزاره الماليه بنوردها للنيابه العامه حضرتك، احنا بدولنا بنورد لخزينه النيابه العامه، والنيابه العامه بتوردها لوزاره الماليه لخزينه الدوله. حصلتوا مبالغ كبيره تتعلق بالغرامات. تمام، غرامات ومخالفات. بالنسبه للحبس الجزئي والمستأنف، لو المستأنف ليه غرامة احيانا الاحكام المستأنفة بيبقى مطلوب استأنف لجلسة كذا ومطلوب سداد غرامة، بيلزم المحكوم عليه ان يسدد الغرامة، والا الحكم ما زال يبقى مطلوب فيه، فبالتالي ما بنخليش سبيله غير لما ينفذ يدفع الغرامة برضه الاحكام المستأنفة. وانا بشكر حضرتك اللواء امير عطلة، مساعد مدير المنطقة المركزية بالإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، شارحا وموضحا للخبر الذي تم نشره اليوم على عدد من المواقع، منها موقع اليوم السابع. تنفيذ أحكام فيما يتعلق بالغرامات، طبعا مش شرط يبقى قابض على المواطن، لا بيقول له انت عليك غرامة مقدارها كذا، ادفعها حالا، ياخدها يوردها للنيابة العامة. حاليا الإدارة تنفيذ الأحكام موجودة في محافظة البحيرة، مستهدفة محافظتي القليوبية والشرقية. بشكر سيادة اللواء أمير عطلة على المداخلة، وأنا كإعلامي أنا بمتن الحاجات زي كده، إن أنا لما أوجه سؤال على الهوى لأي مسؤول من المسؤولين بالدولة إنه يدخل ويشرح للرأي العام. اللي حضرتك عملته هو إن أنت بسطت وشرحت، لأن الخبر اللي كان منشور كان فيه قدر كبير من اللبس والغموض. شكرا لإدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية. وأروح لضيوف الأعزاء. قبل الفاصل كنت بسأل الأستاذ رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بالاتحاد العام للصناعات، كنت بقول لك مهندس عبد اللطيف كان بيتكلم في فكرة طب ما نوقف محصول ونستورد من بره، يعني انت شايف مدى ملاءة ونجاح فكرة زي كده ايه؟ احنا هنا بنحاول نوفر مية، مفيش يعني روح، مفيش مشاكل. هو احنا هنلجأ لهذه الطريقة عاجلا ام اجلا، واحنا متحسبين لها جدا 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 جدا. وكنا بدأنا من السنة اللي فاتت واستوردنا حوالي 100,000 طن رز هندي، وما زالوا كمية منهم موجودة، وطلع منهم مزاد يوم الأربع اللي فات، وهيطلع كميات تانية تباع. بيقال أن المزاج والمذاق العام المصري ما بيفضلش النوع ده من الرز. المزاج والمذاق المصري لابد أن يغير البرمجة بتاعته. يعني التتعود اللي احنا عشنا عليه 900 سنة. ما احنا عشان خاطر ينمشي كلام الأستاذ المهندس عبد اللطيف ووزارة الري، ينخالف كلنا ونلجأ للمذاق المصري. بس خلي بالك ان الرز الهندي يعني ده موجود في وزارة التموين في البطاقات والمواطنين ما بياخدوهوش. بص يا فندم حضرتك، ما فيش حاجة اسمها المواطنين ما بياخدوهوش. أولا الأرز الهندي أرز جميع العالم بيعتمد عليه،
الهند بتصدر لجميع شعب غاوي طعميه وفول، غاوي يعني طعميه وفول، ومفيش حد غير بياكله حتى بره لما بتحب تاكل. والطعميه بنعملها فول ماشي، يجي المواطن السوري يعملها لك حمص، لا يا عم انا عايزها فول ماشي يعني. ده لكن احنا عندنا بدائل، عندنا بدائل ثانيه ظريفه جدا. اولا احنا المواطن المصري مع يعني تعزيزي لكلام اخونا الفاضل المهندس عبد اللطيف، احنا بنزرع ب 60% رز على مساحات، على مياه الصرف الزراعي. زراعي. مياه الصرف الزراعي. الكلام ده مهم يا اخواننا، نحن لا نتحدث عن صرف صحي، نتحدث عن زراعه بصرف زراعي، يعني انت ماشي. بتزرع خلصت الارض، الارض المياه دي بقى بتروح فين؟ بناخدها تاني نزرع بيها محصول. وعاوز فيه. نوضح كمان للباشمهندس. هوضح اركاب في الحته دي. حاضر. وعاوز اوضح له كمان، واتكلمنا في حلقه في قناه ثانيه قلنا ان الرز ما بيستهلكش الميه اللي بياخدها كلها، يعني الرز يلزمه تربه رطبه عشان خاطر يتغذى عليه. عايز تغير كمان طبيعه التربه. ماشي حضرتك، يعني هو ما بيستهلكش الخمسه او الاربعه ونص او الاربعه تلاف متر مكعب، ما بيستهلكهمش، ده بيرجعوا ينزلوا تاني في الصرف الزراعي. ده رقم اتنين، يعني هو اذا كان بياخد. انت بتقول له مهندس عبد اللطيف حنن قلبك علينا، الغي القرار بقى والدنيا زي الفل. انا بوضح صور بس وحقائق، وهو يمكن يعيدني في هذا الموضوع. وضربنا مثل ان احنا لما بنشرب الميه بنرجع تاني ماشي نخش حمام عشان خاطر ننزل الميه دي ماشي. ده رقم واحد. رقم اتنين، عندنا مركز البحوث الزراعيه. ايوه عامل شغل، عامل شغل كويس، ولكن احنا نتمنى شغل افضل. انت حضرتك يعني قلت لي قبل الفاصل الرز بدل 6 شهور يبقى 3، هو خلاص بقى دلوقتي خلاص. طب ما الميه كده قلت يا مهندس. ما قلت، هم ما عملوش حساب. مش الميه قلت، بس عايز جمله. الميه قلت بس بس الـ الزياده في عدد السكان التهم اكتر من اللي الميه قلت، اللي هي زادت مساحات الرز. لا زادت مساحات عدد السكان ومساحه الارض الزراعيه. اللي انا عايز اقوله بس عشان برضو الارقام تبقى ايه، هي بتوضح حاجات. احنا استهلاكنا احتياجات الشعب المصري 114 مليار متر مكعب. حصتنا والموارد الاخرى المضافه لحصتنا من مياه امطار ومياه جوفيه 60 مليار، يبقى عندنا عجز 54 مليار. 54 مليار متر، ده حقائق اللي انا بقوله، ده حقائق ثابته. 54 مليار بنستورد حاصلات زراعيه بما يعادل 34 مليار، يبقى عندي عجز فعلي داخل حدود البلاد 20 مليار. ال 20 مليار دول لحظه بتستورد حاصلات زراعيه لو انا زرعتها في مصر. ايوه كانت تستهلك ميه 34 مليار. تمام، فبما ان انا استوردتها من بره كان انا وفرت 34 مليار. تمام بالظبط كده. الباقي بقى انا محتاج 20 مليار. الباقي 80 مليار، انا المتاح عندي 60 زي ما قلت، يبقى انا عندي عجز 20 مليار. ال 20 مليار دول ميه صرف زراعي ومياه جوفيه في الوادي والدلتا. اذا ميه الصرف الزراعي، يعني اصل انا شفت الحاج حسين وزي ما بيقول لك بتروي بميه الصرف الزراعي، لا الميه الصرف الزراعي داخله، ده مش بنروي بالصرف الزراعي مره، ده احنا بنروي على فكره كفاءه الري في مصر من اعلى الدول في العالم، عشان نبقى بيستعان بيها في كل مكان كده. في العالم معروف لانها من 5000 سنه بالظبط. فميه الصرف الزراعي داخله معانا شئنا ام نشا. بالعكس احنا ايه، هل احنا في خطتنا ان احنا نزود ميه الصرف الزراعي ما يقرب من حوالي 3.5 مليار كمان، لان ما نقدرش ناخد اكتر من كده بقى، لان لازم في جزء من ميه الصرف الزراعي يترمي في البحر عشان يحافظ على التوازن الملحي للوادي والدلتا للبحر يعني. فميه الصرف الزراعي داخله معانا شئنا ام نشا، وهي برضو تصحيحا للارقام يا حاج رجب، ان الفدان الرز البلدي زمان كان بيقعد 145 يوم تقريبا او 150 يوم، النهارده 100 يوم دلوقتي، لا 120 يوم. 120 يوم يعني نزل حوالي شهر. ما هو وفر لك اهو. ماشي تمام تمام. اللي انا عايز اقوله بقى، حضرتك بتقول الشعب المصري اتعود، لا الشعب المصري كان متعود على مذاق الرز البلدي، وبعد كده اتعود على مذاق الرز الفلبيني وال110 مش عارف ايه سلالات كده يعني. ف بالتدريب وبالتدرج كله هيتعود على كل شيء. طب انا لم اكمل حديث. ماشي اتفضل. بس بعد اذنك. لا 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 اتفضل. انا عاوز مع ان انتوا قطعتوا حبل افكاري، بس مفيش مشاكل، احنا هنقدر لو في عجز حصل والناس في شهر 4 و5، مع ان انا مستبعد كده ماشي ما زرعتش، انا عندنا بدائل. البدائل ايه هي؟ البدائل يا اما استيراد ابيض، يا اما في حاجه تانية. يا مدام انت حددت لي وعملت شروط عليا بهذه الصلافه
ماشي، سيبني استورد شعير. وزاره الزراعه النهارده رافضه ان حبايه شعير تخش مصر، مع ان احنا بنستورد جميع المحاصيل بتاعتنا، كل حاجه بنستورد. لو الرز بحبه شعير بتاعته بنستورد كل شيء ونبيضه هنا، ونبيضه هنا زي اي دوله. بس انا عاوز اوضح صوره بس، احنا مع احنا لو حبينا نطبق التكنولوجيا اللي هي اصبحت موجوده في كل دول العالم النهارده، احنا ما عندناش عجز مائي زي بس مهندس ما بيقول ماشي حضرتك، وما عندناش، واحنا ما احناش يعني ايه، ما احناش التوب قوي في الري زي ما حضرتك وفئه الباشمهندس. لا لا لا، احنا الطب فعلا على مستوى العالم، مدرسه يعني الري المصريه. ده مش علشان مهندس عبد اللطيف قاعد، لا، ما انت لازم تبقى عارف تاريخ ده. دراسه الري المصريه منذ 5000 سنه ويستعان بها في بلاد اوروبيه لتنظيم الري. طب اكمل ولا حضرتك؟ هو في فرق بين كفاءه الري والاستفاده. انا ماليش دعوه ايه اللي حاصل هنا، حضرتك خبرات الري. حضرتك النهارده الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت. النهارده بدل الفدان ما بياخد عندي 3500 متر مكعب، احنا ممكن بنقضيها ب 1000 الري بالتنقيط، وهو عارف كده كويس. انت كده عايز تغير ثقافه الفلاح؟ ما هو لازم تتغير، ما هي لازم وزاره الزراعه تطير. ما حضرتك هتروح له، بس لازم وزاره الري المتمثله الممثله هنا الباشمهندس عبد اللطيف، لازم نطلع لدول المنبع ونتحرك معاها، ولازم وزاره الزراعه حضرتك تغير فكره الفلاح. طب احنا هنغير فكرته في الاكل؟ ما نغيرش فكرتك. جاوب على السؤال. انا عايز اقول حاجه، كان في مثل عندنا بلدي شويه كده بيقول لك عشمتني بالحلق خرمت انا وداني، لا انت جبت الحلق ولا الحلق جاني. بمعنى ان احنا دلوقتي بنبدا نصلح ارض عشان نزرعها، وفي الوقت نفسه ان احنا عايزين نرشد ميه. السياسه كلها لازم تبقى على بعضيها. الفلاح المصري يعتبر في سلسله المواطنين المصريين اضعف حلقه، والسلسله تقاس باضعف حلقاتها. ليه مش بتقعدوا انتوا اثناء اتخاذ القرارات؟ لا 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 لا، انت قناصين من الفلاحين، ولا حتى وزير الفلاحين، وبتخبط الباب كده برجلك وتقول انا جاي. لا لا لا، الفلاحين يعتبر دلوقتي بيتلقى من التعليمات والحاجات والقرارات من التلفزيون. احنا ما بنسمعش الحاجات دي. ممكن حد يقعد زي التعاون الزراعي، الناس القريبه من اصحاب القرار اللي يعتبر حكومه برضه، لكن احنا كناس مستقله بيخاف يقعدك على اساس ان انت هتتكلم هتعمل اللي انت بتدافع عن الفلاح. انا اعتبر محامي عن الفلاحين، فالفلاح يعتبر اضعف حلقه. انا بقول للدوله ايه، احنا عايزين نرشد ميه، المواطنين 100 مليون، الفلاح ده مواطن من 100 مليون، احنا بنتكلم على 55 مليون عايشين في الريف. ناخد الموضوع ككل زي ما قال الحاج رجب والباشمهندس، اول حاجه عايز اغير سياسه زراعيه في مصر. انا موافق، بس انا مين اللي هيغيرها؟ وزير الزراعة. ما تجيش انت النهارده بتركز على اساس ان انت تقلل ميه بس وتسيب كل السياسه. يعني انا دلوقتي بنقول ان احنا نزرع بالري الحديث ونوفر، نزرع محاصيل معينه ونوفر، نستنبط سلالات معينه ونوفر. تاني حاجه ان احنا نمشي على المستوى التاني، المواطنين دي كلها بتستخدم ميه، فانا عايز الفلاح يحس بعداله اجتماعيه زي ما انا بوفر في اكلي في الرز، باشمهندس يوفر في استخدامه في الميه في البيت بتاعه، في الميه في الاستخدامات الاخرى. ترشيد الميه ده كده عايزه ثقافه شعب. ثقافه شعب، ثقافه قطاع. ما تجيش انت على مواطن بس، انت يا عم حسين ما تشربش غير نص كوبايه وانا شايفك انت بتشرب ازازه. عايز احس ان انا انت بتعاملني زي زيك. احنا دلوقتي بنقول احنا في دوله وده امن قومي مائي في مصر، عايزين نحافظ عليه ونرشده. ما نجيش في الليل يطلع القرار في الصبح. عايز كل الوزارات تتعاون في الموضوع ده، ما تجيش على الفلاح، لان الفلاح خلاص، الفلاح يعني يعتبر يعني خلاص، يعني بيقول لك الشعره اللي هتقسم ظهر البعير. انت مالك تقول لي غرامات، ومالك تقول لي ما تزرعش، ومالك تقول لي بتاع. انت بعد ما عملت لي الدنيا خضراء وبكره نزرع مصر كلها خضراء وان شاء الله تبقى خضراء، انت دلوقتي انت عايز ابور الارض. امال ايه انا ايه الضبابيه في الموضوع ده؟ عايزك تفهمني. انا لو فهمت وعرفت ان الموضوع ده لصالح الدوله، اول واحد الفلاح المصري هيتقبل فكره تطوير اداؤه في مساله الري الزراعه، فلاح يعني المصري. ان احنا نلجا الى ري بتنقيط، ان احنا ما انت تحرمه. بس انا عايزك تحرمه بعد اذنك يا دكتور. لو سمحت يا استاذ رجب، ما انت بتحرمه النهارده من الزراعه. انا دلوقتي يعني انت بتحرمني النهارده خلاص من زراعه محصول اساسي عندي ماشي، والارض هتبوظ لو ما تزرعش.
على لا. اي ميا كانت بتحرمنا النهارده ومش عارف مصر دلوقتي. هو مش ساعدني هو مش ساعدني وزاره الزراعه لازم تساعد. انا دلوقتي بتكلم على الفلاح كمواطن زيه زي القاضي زيه زي الضابط، عايز اتعامل زي اي واحد. انا لو لقيت الوضع، احنا كلنا في مركب واحد، وانا رشد ميه عايزين النزول مواقع لان الفلاح بيحس ان هو اللي لابس جلابيه ده هو اللي بيتعامل كده. الفلاح عايز يفهم ما حتى لو لبست بدل بيقول لك فلاح برضه. ما احنا عندنا واحد شايف حق راكب واسع بلدي كنت جيت النهارده. عندنا واحد فلاح راح يشتري ثلاجه، قال له الثلاجه دي بكام؟ قال ما بيبيعش للفلاحين. راح له لبس بدله وراح له الثلاجه دي بكام؟ قال ما بيبيعش للفلاحين. قال له انت عرفتني ازاي؟ قال له صديق غساله مش ثلاجه. احنا اصلا معروفين لو لبسنا ايه. الموضوع مش موضوع ان انا فلاح دلوقتي يعني في قوانين كتير احنا مش عايزين نتطرق لها دلوقتي ونقول اللي لابس جلابيه وبيتعامل. انا كان نقيب فلاحين كانوا بيمنعوني من نادي الشمس عشان لابس جلابيه، فلازم البس بدله مع ان انا راجل معايا ليسانس. بس الموضوع الثقافه بتاع الشعب، انا عايز الثقافه بتاع ترشيد الميه ده انا كنقابه كله. انا عايز اكون ندوات على الرز بس ندوات انا ياخدوني يدربوني حتى أنا عايز أقول في الامن القومي برضو. وانت بتقول لنا ليسانس دلوقتي حجم مياه الشرب أيوة. مقارنه بمياه أيوة. الزراعه أيوة. لا تقارن. تمام انا معاك. احنا بنتكلم كلام علمي أيوة. للناس أيوة. صح. انا بكلمك، انا بقول لك قلل لي ميه الزراعه بس خليني ازرع. يعني قول لي ازرع بالتنقيط، انا ما معيش فلوس ازرع بالتنقيط، فالحكومه تدعمني محمد زي ما انا عايز اقول بدايه حاجة. بعد اذنك طيب لان باقي لي 3 دقايق وكل ثواني. انا دلوقتي احنا بدانا في موضوع الصواب الزراعيه ده، زراعه حديثه بتوفر ميه، احنا كلنا مبسوطين. عرفني الطريق، اعمل لي دورات، قول لي فهمني، عشان انا لما بفهم مش هتكلم. لكن انت ما تيجي في الليل كده تقول لي امنع ميه ليه؟ مشكله مهندس عبد اللطيف ري من الزراعه. تعليق قصير. الكلام اللي بيقوله الحاج حسين كلام كويس جدا. احنا فعلا في خطه الدوله، مش خطه وزاره الري، خطه الدوله من 2017 ل 2037 لاداره الميه في مصر، مشترك فيها وزاره الزراعه وزاره الصناعه وزاره الاسكان. ومطلوب زي ما حضرتك قلت القطاع الزراعي بيسهلك اكتر حاجه ميه، لكن مش هو اكتر حاجه بتوفر، لا ده احنا هنوفر في ده وفي ده وفي ده كلهم بنسبه ايه ادائه. يعني بمعنى اخر الزراعه هي اللي هتبين الكميه الاكبر لانها نسبتها اكبر. وماء الشرب برضه واخدين قرار مع وزاره الاسكان والدوله كلها متوافقه معانا في هذا الامر، انه جميع ان من النهارده او من شهرين فاتوا توقف امداد المدن الساحليه بالكامل باي ميه من النيل. يعني يعتمدوا على تحلية ماء البحر. على تحلية ماء البحر المدن الساحلية بالكامل في الشمال والشرق. لا قصدك الساحل الشمالي يعني الشاليهات ولا المدن الساحلية يعني اسكندرية؟ المدن اسكندرية ومرسى مطروح. اسكندرية هتشتغل بتحلية؟ لا يعني زيادة المياه المعطاة لها. يعني بمعنى آخر المياه اللي واخدها حاليا تستمر، ولو في احتياجات زيادة يعتمدوا على التحلية يزودوا بالتحلية، ويسحب جزء من هذه المياه خلال هذه الفترة. هتوقف كلمة أخيرة أستاذ رجب، تتوقع القرار بتقليل نسب مساحة الأرز بنسبة 35% الأبدان هيطبق؟ لا أنا كان نفسي القرار يدرس. عندنا إحنا عندنا قصب السكر بيستهلك أكتر من الرز. كان نفسي قصب السكر له بديل في مصر اللي هو البنجر أساسا. ماشي، وبديل موجود وحل محله بكمية كبيرة جدا 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 جدا. كان نفسي قبل ما ياخدوا القرار، لان ارض قصب السكر لما هيتشال منها القصب هيلاقي بديل 100 زراعه ومش هيبوظ. الارز هيطبق ولا لن يطبق؟ ومش هيبوظ. ماشي، الموز عندنا بياخد اكتر من الرز او بياخد زي الرز او اقل قليله. ماشي، عاوز وزاره الري تفكر خارج الصندوق وتذهب ما تستعملش البطر وتذهب تبحث عن القرار هيطبق ولا مش هيطبق. وزاره بس عشان تتري النسبه خلاص هيطبق القرار. وزاره الزراعه تثقف الفلاح وتجيب له الري بالتنقيط زي ما عملت له الصرف. استاذ رجب لم يجب حضرتك، شايف القرار هيطبق؟ القرار هيطبق ان شاء الله. وانا بقول له القصب 375,000 فدان اللي احنا بنتكلم في 2 مليون فدان قرص، ال 700,000 فدان دي هتقضينا اكل. بس انا عايز انا دلوقتي حاجه يعني 700,000 فدان احنا هتقضينا يعني القرار هيطبق الفلاحين هيلتزموا بيه لو انت فهمتهم ليه القرار ان شاء الله. هتفهموا الفلاحين؟ احنا هنفهم الفلاحين، والقرار هيطبق بالوعي والترشيد والقوانين وتطبيق الماده 38 من القانون. في نهايه لقائي بشكر ضيوف الاعزاء اللي شرفوني النهارده، الاساتذه
رجب شحاته رئيس شعبه الارز في اتحاد الصناعات، بشكر حضرتك. وحسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، بشكر حضرتك. شكرا جزيلا. وعبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بوزاره الري والموارد المائيه، بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. حلقه انتهت معاكم، بكره حلقه جديده باذن الله الساعه 10 مساء من المصرف. السلام عليكم.